مشاهدينا الكرام، طيب الله اوقاتكم. اخبار حضرموت لهذا اليوم وابرز ما فيها. محافظ حضرموت يوجه بتوفير السيولة النقدية وصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين. ميناء المكلا يتسلم قاطرة بحرية حديثة هدية من الأشقاء في دولة الإمارات. التميمي يطلع على سير العمل بمستشفى سيئون ومراكز اليسر للكلى الصناعية والأورام بوادي وصحراء حضرموت. سلطات الوادي والصحراء تكرم المشرف العام لمؤسسة صلة وأبناء الشيخ بابكر على دعمهم القطاع الصحي. أهالي خلف القديمة يناشدون السلطات التدخل لوقف طفح المياه لاسنة في الشوارع. أهلا بكم مجددا. وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بتوفير سيولة نقدية لصرف معاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر سبتمبر الماضي والبالغة أكثر من مليار ريال. وشدد المحافظ خلال ترأسه اجتماعا ضم مدراء عمومي فرع الهيئة العامة للبريد والتأمينات والمعاشات والبنك الأهلي، شدد على توفير المبالغ المطلوبة والصرف خلال فترة أسبوعين من حساب موازنة المحافظة والخاص بتوفير ومعالجة الخدمات الرئيسية والمهمة كإجراءات مؤقتة حتى وصول التعزيزات المالية الخاصة بهم للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بعد أن تأخر البنك المركزي في إرسال التعزيزات المالية لمعاشات المتقاعدين بالمحافظة من المدنيين والعسكريين. وأكد محافظ حضرموت أن توجيهات مماثلة صدرت للسلطات المحلية بوادي وصحراء حضرموت باتخاذ ذات الإجراءات لصرف معاشات المتقاعدين في مديريات الوادي والصحراء. وفي السياق، بدأ اليوم في مدينة المكلا صرف مرتبات المتقاعدين من المدنيين في إدارة البريد بحسب توجيهات محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك. وكان العشرات من المتقاعدين قد احتجوا يوم أمس في شوارع مدينة المكلا احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لفترة 3 أشهر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بعد مناشدات أقامها المتقاعدون المدنيون والعسكريون في ساحل حضرموت مطالبين السلطة المحلية بالمحافظة بصرف معاشاتهم التي تأخرت لمدة شهرين، الرد جاء سريعا من قبل السلطة المحلية بصرف الرواتب بناء على توجيهات محافظ حضرموت بتوفير السيولة النقدية والمبالغ المالية لصرف معاشات المتقاعدين في المحافظة من عسكريين ومدنيين لشهر سبتمبر 2016. مدير عام منطقة بريد حضرموت أكد أنه بدأ صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بعد توفير السيولة النقدية من إيرادات المحافظة بتوجيهات من محافظ حضرموت، وأكد بأن تأخر المعاشات يعود إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم توفير السيولة المالية من البنك المركزي الذي أدى إلى عرقلة توفير معاشات المتقاعدين. وضاف بأن حضرموت تعتبر الأفضل من غيرها من المحافظات الأخرى التي تعاني من تأخر في صرف معاشات المتقاعدين. لا توجد مشكلة في عملية مستحقات المواطنين أو المرتبات، هي مشكلة في المرتبات عامة على مستوى الجمهورية. يتأخر تعزيز شهر 8 شهر 9 للمتقاعدين العسكريين والدفاع والداخلية، وتأخير معاشات شهر 10 للمتقاعدين المدنيين. إلى يومنا هذا لم توصل تعزيزات، ليس في حضرموت وليس في ولكن في الجمهورية كاملة، المناطق الأخرى لم تصرف من 3 أو 4 أشهر لم تصرف، لكن حضرموت صرفت جميع مستحقات السابقة إلى تم التوقيف. مدير بنك الأهلي فرع المكلا أكد أنه تم توفير السيولة النقدية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين في محافظة حضرموت بعد توجيهات محافظ المحافظة بسرعة حل معاناة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد لأكثر من 35 عاما. السيولة وفرناها للمدنيين، والآن في إطار، الآن حاليا نتكلم معك أنا في إطار الصرف، فلهذا شيء طيب جدا من السلطة المحلية وقوفها مع المواطنين ودفع مرتبات المتقاعدين، والحمد لله يعني موفقين، ونحن لازلنا في إطار البحث على التعزيز وعلى السيولة النقدية. طبعا السيولة النقدية تعتبر جزء يعني
وبصرف مرتبات شهر سبتمبر تكون قد خففت معاناة المتقاعدين، ويبقى الأمل معقودا على الجهات المختصة بضمان استمرار صرف المرتبات للأشهر القادمة. عمر باحفي لأخبار حضرموت. تسلم ميناء المكلا اليوم قاطرة بحرية حديثة متعددة الاستخدامات للبواخر والإنقاذ الخارجي، هدية من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حفل التسليم أشاد محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بإسهامات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الخدمية والإيقافية، لافتا إلى أن القاطرة البحرية التي سلمت اليوم لميناء المكلا عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سوف تسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة الميناء ورفع قدراته، إضافة إلى أنها تمثل رافدا جديدا لتعزيز خدمات الميناء وأنشطته الملاحية والتجارية وخدمات الإنقاذ البحري. وأكد محافظ حضرموت الاهتمام المتواصل بميناء المكلا بوصفه أحد الموانئ الرئيسية التي تخدم الحركة التجارية والاقتصادية ليس لحضرموت فحسب بل المناطق الشرقية. كما تم في حفل التسليم منح درع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية لكل من محافظ حضرموت ونائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي خليفة النيادي، تعبيرا عن امتنان قيادة وموظفي المؤسسة للجهود المبذولة من قبلهما في توريد القاطرة البحرية الحديثة. إلى ذلك قام محافظ حضرموت بمعية عدد من المسؤولين والفنيين والمختصين بجولة ميدانية على متن القاطرة البحرية الواصلة إلى ميناء المكلا اليوم، مستمعا من طاقم القاطرة عن مزاياها وخصائصها الملاحية خلال المناورات والقطر والإرساء للبواخر وعمليات الإنقاذ الخارجية للسفن في حالات الطوارئ. حضر التسليم سكرتير محافظ حضرموت لشؤون الإغاثة والإعمار رياض بن طالب الكثيري ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت خالد بن هلابي وقيادات مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وميناء المكلا وشوقي التميمي المشرف الميداني لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وصول هذا التك في هذا الوقت بالذات مهم جدا، حيث أنه يعاني الميناء من صعوبة بالغة للتك اللي المتواجد سابقا والذي كان في غيبوبة فترة طويلة، يعيش على محرك واحد يصعب بعض الأحيان سحب السفن. أستغل هذه الفرصة لتقديم شكر وامتنان قيادة المؤسسة وموظفيها على كل ما يقوم الهلال الأحمر الإماراتي به من أعمال إنسانية يعجز اللسان عن وصفها، فمجهود ومساعدة الإنسانية شاهدة للأعيان ولا يخفى على أحد كل ما يبذله منتسبي الهلال الأحمر لخدمة هذه المحافظة. اطلع الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم على سير العمل في مستشفى سيئون العام ومركز اليسر للكلى الصناعية ومركز الأورام بوادي حضرموت. خلال الزيارة اطلع الوكيل المساعد على أهم الخدمات التي يقدمها المستشفى ومركز الكلى ومركز الأورام، واستمع إلى شرح عن أبرز الصعوبات التي تواجههم في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى. رافقه خلال الزيارة المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ ومدير عام فرع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي ونائب مدير عام مستشفى سيئون العام الدكتور فيصل حسين باوزير. كرم وكيل محافظة حضرموت لشؤون المديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان في الوادي هاني العمودي وعدد من مدراء فروع مكاتب الوزارات، كرما المشرف العام لمؤسسة صلة الدكتور محمد عيضة بامدحج وأبناء الشيخ صالح بابكر بدرع تذكاري وشهادة شكر وتقدير على جهودهم الكبيرة في تأسيس ودعم مراكز الكلى ومراكز الأورام بالوادي وعدد من المشاريع والبرامج التنموية في المحافظة. وفي التكريم ثمن وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري ما تقدمه مؤسسة صلة من دعم سخي لرفد القطاع الصحي والتنموي في حضرموت والتخطيط من أجل تنفيذ أهم المشاريع الصحية بمدينة سيئون والذي سيستفيد منه كافة المواطنين. أتقدم بالشكر لهم على حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال وعلى ما يقدمونه لنا من تسهيلات
في مؤسسة الصلة وفي وادي حضرموت، وحقيقة ما وقفنا عندهم إلا وجدنا كل تجاوب منهم. احنا هذه الأيام بإذن الله بصدد إنشاء مركز لزراعة الكلى ووضع النواة الأولى له في وادي حضرموت في سيئون بجنب مركز اليسر. أيضا لدينا برنامج زراعة الكلى بإذن الله ندشنه في الأردن بعد أسبوع، سيتم زراعة كلى لعشرة مرضى من مرضى الكلى من أبناء الوادي عن طريق مركز اليسر وبإشراف مركز اليسر وتمويل صلة. أيضا احنا مولنا أو أمننا نقول مخازن غسيل الكلى ب40,000 غسلة، جلسة غسيل لمرضى الكلى، وهذه تكفي إلى بداية أو إلى نصف 2018 لعامين كاملة. سعيدين جدا بأن تكون الجهات المانحة وعلى رأسها مؤسسة صلة التنمية أبناء الشيخ صالح عبد العزيز بابكر حاضرين معنا اليوم حتى يتلمسون هم مرضى الفشل الكلوي وهم أبناء وادي حضرموت، وحتى يروا بأم أعينهم صدقاتهم وخيراتهم والتي منوا بها بفضل من الله عز وجل لهؤلاء الناس. نطمح منهم كثيرا أن يزيدوا في دعمهم خدمة لأهلهم وأبنائهم من أبناء وادي حضرموت. ناشد أهالي سكان حي خلف القديمة، ناشدوا السلطات المحلية بسرعة وضع تصريف لمياه الصرف الصحي في حيهم الذي ازداد فيه طفح المجاري، وقالوا إن المياه تتجمع في مكان واحد وبشكل مكشوف أمام أعين المارة، وتنتشر فيه الحشرات ويتكاثر فيه البعوض وينتج عنه الكثير من الأمراض والأوبئة الضارة، معبرين عن مخاوفهم من انتشار الأوبئة والأمراض كوباء الكوليرا نتيجة لطفح المياه الآسنة. كل البيوت أو المجاري حق المنطقة كلها تسكب في هذا المكان حسب ما تشوفون، هذا المستنقع زي النهر ويصب يخرج كده مع نفسه يتجمع في هذا الحوش، فشكل على المنطقة بشكل عام أضرار كثيرة وانتشار الأمراض. المشروع متعثر، كل ما حاول نقرب في الانجاز لا نلاقي صعوبات ويتعثر المشروع، والاهالي الحقيقه انهم متضررين، اول المتضررين من هذه المشكله. نطالب اللواء الركن احمد سعيد بن بريك ان ينظر، والسلطه المحليه ان ينظروا نظره لابناء خلف القديمه. يمتد النشاط البحري من الشرق إلى الغرب على الشريط الساحلي لبحر العرب، ويبعد عنها مسافة 70 ميلا بحريا من سواحل المهرة، ومسافة 40 ميلا من ساحل الشريط بحضرموت. هذا وتوضح خرائط الطقس البحرية بدء النشاط من نهار اليوم الأربعاء ويستمر إلى مساء الجمعة القادمة. يمر المحيط الهندي بمواسم سنوية ومتغيرات جوية تتكرر سنويا وفق الفصول. هذه المتغيرات من حيث حركة التيارات المائية للبحر وحركة ارتفاع الأمواج وكذلك شدة الرياح ونشاطها، وقد عرف الملاحون وربابينة السفن منذ القدم وتعاملوا مع مثل هذه المتغيرات التي تحدث سنويا في البحر سواء في المحيط الهندي أو بقية المحيطات. ومن ضمن هذه المواسم البحرية الموسم ما يسمى عند ربابنة السفن في المناطق الشرقية من حضرموت موسم نجم الحمر. هذا نجم الحمر الذي يظهر من بعد منتصف شهر أكتوبر ويستمر تتوالى كذلك إلى منتصف شهر نوفمبر، والذي يتميز هذا الموسم بارتفاع لموج البحر بسبب اشتداد حركة الرياح الشمالية الشرقية على البحر فيؤدي إلى ارتفاع الموج، والذي قد يبلغ سرعة الرياح إلى 16 عقدة أو أكثر، 16 عقدة في الساعة. يمتد هذا النشاط البحري من الشرق للغرب بموازاة الشريط الساحلي الجنوبي لليمن، ويبعد عنها مسافة 70 ميل بحري من ساحل المهرة ومسافة 40 ميل بحري من ساحل الشريط بحضرموت. وتوضح خرائط الطقس البحرية أن هذا النشاط البحري ستبدأ من الأربعاء اليوم 26 أكتوبر وستستمر متوالية إلى يوم الجمعة القادم بإذن الله. أما يوم السبت بإذن الله فسيكون البحر شوار، فطالما أن امتداد بعد نشاط البحر وهيجان البحر
هو 70 ميل من المهرة، فبالتالي ما قبل هذا يعني 50 ميل 40 ميل 30 ميل يمكن للصيادين أن يصطادوا، لأن البحر سيكون هادي. أما ما بعد 70 فيبدأ عند ذلك اجتداء البحر، وهذا ما نوجه تحذير الصيادين خاصة المسافرين والمتوجهين نحو جزيرة سقطرة والصومال أن يأخذوا الحذر من ارتفاع أمواج البحر خاصة في مثل هذه المواسم. ذكرنا أن هذا الموسم سينتهي في يوم السبت، لكن ربما قد يتكرر في الأسابيع التالية، فهذا موسمه إلى منتصف شهر نوفمبر بإذن الله. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام أخبار حضرموت لهذا اليوم، في أمان الله.